بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس الهلالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو. بعد الرجوع من الألعاب البارا الأولمبية اللي طرات باريس، كما تتعرف المغرب خدا 15 ميداليات الذهبية و6 فضية و6 نحاسية. هنا ما عليا إلا نشكر وزارة التعليم والرياضة وكذلك مديرية الرياضة اللي صايبوا واحد البرنامج اللي تبعوا هذا الرياضيين في جميع الاستعدادات ديالهم، وكذلك الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعف البصر، والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، والجامعة الملكية المغربية للدراجات، اللي تاهما سهروا المسؤولين ديالها سهروا باش تكون الحمد لله هاد النتيجة في المستوى. وكما تتعرفوا هذا الرياضة في الإعاقة دائما تجيب النتائج الحمد لله في الألعاب، لا طوكيو لا الألعاب السابقة. أنا ما علي إلا نشكر جميع الأطر التقنية والطبية والموظفين اللي صاروا وأعضاء المكتب الجامعي ديالهم كاملين اللي صاروا وداروا واحد المجهود كبير باش تحقق الحمد لله هذه النتيجة، اللي كان المغرب في واحد المستوى كبير في هذه الألعاب وكانوا حاضرين، لأن المغرب كل شيء الحمد لله تيضرب ليه ألف حساب. وكذلك ما نساوش الأبطال والمدربين ديالهم كذلك اللي حتى هما عانوا وجراو ودار واحد المجهود كبير باش تكون هذه النتيجه. بالنسبه للتايكواندو هنا ما عليه الا نشكر ايوب الدريوش اللي خد الميداليه النحاسيه، اول ميداليه للمغرب في هذا الصنف الرياضي، وكذلك اقرماش اللي فازت بالميداليه النحاسيه، اللي اول مغربيه عربيه افريقيه تدخل هذه الميداليه الخزينه ديال الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك المغرب. وهنا تنشكر جميع المدربين ديالهم اللي سهروا عليهم واللي عاونوهم واللي كانوا معاهم، وكذلك الاطر الطبيه، وتنشكر الانديه ديالهم اللي حتى هما سهروا، لا اللي في المغرب ولا اللي في الخارج، اللي تنعرفوا دائما الحمد لله تيديروا واحد النتيجة. وكما تتعرف الجمعيات هما اللي تيبذلوا واحد المجهود كبير باش يعطيو للجامعات هاد الأبطال، مشكورين. وهنا الحمد لله هاد النتيجة ما فتحت واحد الباب، لأن المغرب كالجامعة الملكية المغربية مازال ناقصها غير ميدالية في الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله اللي غادي تكون مستقبلا، لأن اليوم اللاعبين وحنا كما تنقولوا دائما تنخدموا من هذا الأجل. ولكن الحمد لله كما تتعرفي إلا ما عندكش مركز أولمبي وإلا ما كانتش سياسة حكومية وكذلك صعيب تعطى ميدالية في هذه الميداليات. ولكن الحمد لله كما تتعرف الرياضة المغرب من حسن إلى أحسن. هنا تنشكر جميع المسؤولين وجميع رؤساء الجامعات اللي تنطلب منهم باش ينوضوا كلهم ويزيدوا في العمل ديالهم، وكذلك أعضاء المكتب، لأن الحمد لله نتيجة المغرب معروفة. وهنا تنهني الفائزين بالميداليات كلهم، وإن شاء الله إن شاء الله كما تتعرف راه تيخصوا لهم واحد الاستقبال في المطار وكذلك العائلات ديالهم، وهذه فرحة كبيرة لا تتصور. وحنا جد فرحانين لأن الحمد لله جوج الميداليات للتايكواندو والميداليات الاخرى للجامعات الاخرين ماشي سهله. وهنا ما عليا الا تنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا الانتصار وفي هذه النتائج. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضة.